ألف باء تاء. عمر، أمي، ماذا تفعلان؟ أكتب الحروف العربية. أوه، أعرف أعرف، هذا حرف التاء صحيح؟ إنه حرف الباء. لنغني أغنية ألف باء تاء. طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. غنوا معنا جميعا لنتعلم ألف باء تاء. نغني ونتعلم ثم نقرأ القرآن. ياي، تعلمت الحروف. الحمد لله، أحسنت يا هنا. هيا لنغني معا. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زين سين شين صاد ضاد طاء باء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء. سأعطيك وجبة خفيفة. عمر وهنا لنقم بالبستنة. مرحبا أبي، ماذا تفعل؟ أزرع البذور، آمل أن تنمو واحدة منها لتصبح شجرة كبيرة كتلك الشجرة؟ بالضبط. واو، أيمكننا المساعدة؟ بالطبع، هيا نزرع البذور. نزرع البذور ونسقيها. ونسقيها نسمدها. نسمدها وستنمو. وستنمو حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. أيتها الشجرة انمي. انمي. تحتاج إلى وقت. صحيح، تستغرق الأشجار وقتاً طويلاً جداً حتى تكبر. أوه، هيا لنقطف الفاكهة. نقطف الفاكهة. نقطفها. فاكهة طارية. طارية. صحية جداً. صحية. ولذيذة جداً. لذيذة. حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. واو، انظر إلى الفاكهة. الحمد لله، كلها نعم من الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. والشكر لله. والشكر لله. على نعمه. على نعمه. الكثيرة. الكثيرة. فاكهة كثيرة وخضروات نعم كثيرة من الله. الحمد لله. حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. حين نزرع نفيد أنفسنا والآخرين. السلام عليكم، نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي، نحن نحب الجميع. تستطيع النجاح أبي. أمي وأبي أسرعا، هيا العبا معنا. حسنا. نلعب هنا. نلعب هناك، نشعر بالسعادة. أسرعي يا أمي. واو، أنت مدهشا يا أبي. هذا صحيح. أبي، ماذا تركب؟ يدعى لوح التزلج. الله، أوه، أوه، أوه.
ها؟ ما الأمر يا أبي؟ مسابقة التزلج على الجليد. عليك المشاركة، ستفوز بالتأكيد يا أبي. لا فرصة لدي للفوز. ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة. الله يحب من يحاولون. حسناً، سأشارك في المسابقة. إلى التمرين. هيا. تستطيع النجاح أبي. أو 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 أو. أو. تستطيع النجاح أبي. واو أبي أبي، أيمكنك القفز هكذا؟ بالطبع، إن شاء الله. بسم الله، سأنطلق الآن. أنا بخير. النجدة النجدة النجدة. ها؟ تستطيع النجاح أبي. ماذا؟ الله أكبر. قدمي. هل أنت بخير يا أبي؟ أنا بخير. حافظ على تفاؤلك، وقف على قدميك، لا تستسلم لا تستسلم، وسوف تنجح. سوف نساعدك، كيف وتحرك، سوف نساعدك، انطلق ببطء، الصبر مفتاح النجاح. قف ثانية إن وقعت، الله يحب المثابرين وهذا يسعدنا. تستطيع النجاح أبي. جميع المتسابقين قفوا عند نقطة البداية، سنبدأ بعد قليل. ستنجح يا عزيزي إن شاء الله. شكرا عزيزتي. بسم الله. رائع، الحمد لله، أبي رائع جدا. آمن بالله، سوف ندعو لك وسوف تنجح. ذلك الرجل حلق مجتازا المرحلة الأولى. وكذلك المرحلة الثانية. هذا سيء، لقد وقع المتسابق. أبي أبي هاري 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 أبي 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 أبي. شكرا شكرا. ليس المهم الفوز أو الخسارة، المهم هو المحاولة. كنت رائعاً يا أبي، تزلجت هكذا وهكذا.
السلام عليكم جميعا. حين نحاول جاهدين وبإصرار ونواصل المحاولة سننجح إن شاء الله مثل أبي. الحمد لله. بسم الله. عمر، هنا، حان وقت المرح. ياي، مرحبا. ماذا نقول قبل أن نبدأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح. ياي، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قبل أن نبدأ. بسم الله قبل أن قلها من قلبك واجعلها جزءا من يومك. قولوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم لينعم علينا بالبركات حين نقول بسم الله. أمي انظري، رسمت ديناصورا يزأر. أحسنت يا عمر. دوري. هذه قطة، مياو مياو. جميل يا هنا. لنلعب معا. هيا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله قبل أن نبدأ. بسم الله قبل أن نلعب. بسم الله قلها من قلبك واجعلها جزءا من يومك. الحمد لله، كان ذلك ممتعاً. مرحباً، تذكروا قبل أن نبدأ أي شيء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. وقت النزهة. أنا متحمسة للذهاب إلى الشاطئ. الحمد لله. سأبني قلعة رملية كبيرة وأريد أن أسبح. أريد أن آكل البوظة. البوظة، يم يم يم. أمي. وعليكم السلام. نعم سيدي. أوه، الآن؟ لكن سأخذ عائلة. حسنا، بالطبع سآتي حالا. أنا آسف جدا، استدعيت إلى العمل. أيمكننا الذهاب إلى الشاطئ لاحقا؟ أريد أن أذهب إلى الشاطئ. أها، سنذهب في نزهة على أي حال. لكن لا يوجد شاطئ، أين سنلعب؟ أتعرفان؟ يمكننا التنزه في المنزل أيضاً. حقاً يا أمي؟ نعم، تعاليا لتريا. ترى. لكن يا أمي، أريد قلعة كبيرة.
كبيرة. لكن لدينا قلعة كبيرة. واو! مرحباً، أنا الملكة الأم. واو! أهلاً بكما في قلعتي. دوري دوري، أنا فارس شجاع. السيد عمر سيحمي الجميع. ها واو. ها ها. هاي، والآن شاهداني أس. أريد الذهاب إلى الشاطئ، أريد أن أسبح. هنا، انظري إلى هذا، أمواج. واو، أيمكنني السباحة؟ انطلقي. ياي. الأمر يا هنا، أريد أن أسبح سباحة حقيقية. هنا، لا يمكنك السباحة، لكن لنعد النعمة التي لدينا. انظري على ما تحمدين الله. لعبي؟ الحمد لله، لديك ألعاب جميلة كثيرة. بعض الأطفال ليس لديهم الكثير، لا ألعاب ولا شيء يتباهون به، لكنهم سعداء بفضل محبة الله، لذا علينا أن نقول الحمد لله، الحمد لله. أوه صحيح، لدي ألعاب كثيرة. الحمد لله. لدي مفاجأة، أتريدان رؤيتها؟ أي مفاجأة؟ ترى! بركة! لدينا بركة، الحمد لله، نسبح ونلعب، الحمد لله، نحن جميعا سعداء، الحمد لله، لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. واو، ألستما سعيدين؟ بالطبع، شكرا يا أمي، بنيت لنا قلعة كبيرة وملأت البركة لنا، الحمد لله. لكن من الأفضل لو كان لدينا بوضة. أها، انتظر هنا يا عمر. تدا، بوضة لك يا عمر. ها؟ واو، شكرا يا هنا، يم يم يم، لذيذة جدا. السلام عليكم، لقد عدت. ها أبي. مرحبا. واو، نزهة في حديقتنا، أليست ممتعة؟ طبعا، وستكون أفضل لو كانت لدينا بوضة. بوضة، شكرا يا أبي. العفو، لنأكل معا. حسنا. أوه، سامحوني جميعا. ثانية؟ حصلت على تذاكر مجانية لمدينة الملاهي. ياي. لنقل جميعا الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم. هل تعلمون أننا حين نشكر الله يزيد نعمه علينا؟ لذا لنقل الحمد لله كطريقة لنحمد بها الله. الفطور جاهز. ياي.
لنقل الحمد لله. الحمد لله؟ ماذا تعني يا أبي؟ الحمد لله تعني الثناء على الله والشكر له. لنقل جميعا الحمد لله. حين أكل أقول الحمد لله. أنهي طعامي فأقول الحمد لله. لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. أمي نحن ذاهبان. حسناً استمتعا. مرحباً أصدقائي، نحن ذاهبان إلى المدرسة. لنذهب معاً. لنذهب. نذهب إلى المدرسة الحمد لله. نلتقي بأصدقائنا الحمد لله. نلعب سوياً الحمد لله. تصبح على خير أبي. أحب أمي الحمد لله. وأحب أبي الحمد لله. نحب عائلتنا الحمد لله. لنقل جميعا الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. أو عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله سوف نمرح معا. أو عمر وهنا. ماذا تصنعان؟ مفاجأة لوالديك. أحب أن أزين. انظري ماذا صنعت. كل شيء رائع. إن شاء الله سنحتفل. مرحبا اليوم يوم أبي المميز. لنحاول أن نجعل عيد الحمد لله، الكعكة جاهزة. واو، أبي سيحبها صحيح؟ ها ها ها، بالطبع سيحبها. إن شاء الله. ها ها، نسيت وضع الفاكهة على الكعكة. والدكما يحب الفاكهة. يا إلهي. الله أكبر. الكعكة الكعكة الكعكة. سنفعل. نفدت المكونات. لا تحزني يا أمي، كلانا هنا من أجلك. يمكننا مساعدتك لنخبز كعكة أخرى. آه شكرا لكما على الرحب والسعة. أمي ماذا ستفعلين بهذا؟ أحاول صنع كعكة أخرى لكن لا مكونات لدينا، فقط هذه وبعض الفاكهة. الفاكهة؟ ماذا لو أخذنا البطيخة وقطعناها على شكل كعكة؟ ستصبح لدينا كعكة بطيخ.
أمي، ما رأيك أن نصنع كعكة بطيخ؟ كعكة بطيخ؟ سنقطع الفاكهة على شكل كعكة. واو، فكرة رائعة. شكراً يا عمر. على الرحب وسعة. ماذا؟ أولاً نقطع الفاكهة سب 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 سب. ثانياً نكدسها هكذا. ثالثاً نرتبها، نقطعها نكدسها نرتبها. واو. أتعرفين أمي، المزيد من الفاكهة سيجعلها أفضل. مزيد من الفاكهة؟ إذن لنقطف بعض الفاكهة من الحديقة. ياي، قطفت بعض ثمار المانجا، ها هي. وأنا أقطف التوت. سنقطف من هنا وهناك. نحمد الله على الفاكهة. لنزين، لنضف القلوب والنجوم. القلوب والنجوم. المزيد من القلوب، المزيد من النجوم. إيه. أمي انظري انظري، الكعكة جاهزة. واو، صنعتما كعكة جميلة. السلام عليكم. عمر وهنا، نظف المكان بسرعة. ها؟ حسناً. أسرع أسرع أسرع. لا، والدكما قد عاد. مرحبا. مفاجأة، عيد ميلاد سعيد أبي. واو، بسم الله. يا إلهي، كعكة الفاكهة لذيذة جدا. حصلت على بطاقة عيد ميلاد وزينة جميلة. من فعل هذا كله؟ شكرا لكم، أحبكم جميعا. هيا لندعو دعاء لعائلتنا. حسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمين. السلام عليكم أصدقائي، هل تعرفون؟ أن علينا معاملة والدينا بلطف. صحيح، حينها سنكون عائلة سعيدة. الحمد لله. أحب أمي وأبي. الحمد لله، طعام لذيذ. أمي، أبي، هيا نلعب. لا 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 لا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. أحب أمي وأحب أبي دائما وأبدا. شكراً على محبتكما دائماً وأبداً. عمر وهنا، أحبكما دائماً وأبداً. عمر وهنا، أحبكما دائماً وأبداً. ستبقيان في قلبينا دائماً وأبداً. شكراً على محبتكما دائماً وأبداً. أمي، ساعدينا، هناك دا
واو 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 واو. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. نحب أمي ونحب أبي دائما وأبدا. ندعو أن يحب الله عمر وهنا وأمي وأبي. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. ندعو أن يحبنا الله دائما وأبدا. الحمد لله دائما وأبدا. نراكم لاحقا. السلام عليكم. السلام عليكم. نحب أمي ونحب أبي. واو. ونحبكم يا أصدقائنا. ياي. نحن نحب الجميع. عمر وهنا. هيا العبوا معنا واحلموا معنا. واو مدهش. الحمد لله سوف نمرح معا. عمر وهنا. هاي فارس ابدأ ببسم الله. نحب الرياضة فهي ممتعة. كرة المضرب والريشة. لنلعب جميعا معا ونحافظ على صحتنا. هيا ها. ها هون عليك يا فارس. هي فارس ما الأمر؟ ضرب البالون صعب جدا. لما لا تواصل المحاولة ولا تنسى أن تبدأ ببسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أوه. وبمجرد قولها خذ نفسا هكذا. وسنشعر بالسلام إن شاء الله. حقا آنسة ليلى نريد أن نجرب. جيد تذكرا قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. هيا. واو نجحت. ياي الحمد لله. حسناً يا أطفال لدي ألعاب ممتعة لكم جميعاً. من يريد اللعب؟ أنا. اللعبة الأولى تسمى لا تسقط الطوق. أوه. عمر هيا. حسناً لكن قبل البدء علينا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. استعداد انطلاق. هيا. لقد أبليتم بلاءً حسناً في اللعبة الأولى. اللعبة الثانية تسمى ارمي وأمسك. واو عمر سأكون الممسك. حسناً أكيد. أنا جاهزاً يا عمر. هيا أحضر الكرة. مهلاً يا فارس. قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. مستعد؟ مستعد. خذ. ها إنها عالية جدا. واو 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 واو. ياي الحمد لله. حسناً يا أطفال حان وقت اللعبة الأخيرة. الجميع مستعد؟ نعم. لعبتنا الأخيرة اليوم تسمى
التوازن على العارضة بكرة الطاولة. واو! عمر، أيمكنني اللعب أولاً؟ بالطبع، لكن قبل البدء علينا أن نقول... ها؟ فارس! أنا أحب التحدي، سوف أطير فوق الجسر، هذه اللعبة سهلة. ها فارس. لن أنجح في العبور. فارس، أتذكر ماذا قالت الآنسة ليلى؟ ها؟ جيد، تذكرا. قبل البدء نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. أنا أحب التحدي، اهدأ وإلا سوف تقع، ادعو ليساعدك الله، الأمر بسيط إن شاء الله. واو! بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فارس، ها؟ نجحت يا صديقي. واو! أحسنت فارس. ها؟ ياي! الحمد لله. شكرا عمر. من الآن فصاعدا سأتذكر دائما أن أقول بسم الله. كل شيء يسهل حين نقول بسم الله. السلام عليكم. حين نقول بسم الله إن شاء الله يسهل كل شيء. الحمد لله. عمر، هنا، لنلقي السلام. ها؟ لا 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 لا. ها؟ 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 أها، السلام عليكم. ها؟ وعليكم السلام. هل ستذهب إلى مهرجان الكعك؟ سأذهب لاحقاً، علي إنهاء عملي أولاً. أوه، طاب يومك. شكراً جزيلاً، السلام عليكم. وعليكم السلام. أبي، من هذا؟ هل تعرفه؟ لا أعرفه، التقيته للتو. ماذا؟ لما ألقيت السلام عليه إذن؟ يا عمر وهنا، ألقيا السلام، سلما على الجميع، قد تصبح أصدقاء. نريد أن نلقي السلام أيضا. مهرجان الكعك. واو!
يمكنكم أخذه إلى هناك قبل المغرب حسناً؟ المغرب؟ المغرب هو وقت ما قبل الليل. أوه حسناً يا أمي. السلام عليكم أستاذ موسى. الله أكبر. وعليكم السلام. كعك، كعك مجاني لذيذ، تعالوا إلى مهرجان الكعك. لا 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 لا. أوه كعك كعك كعك. يا عمر وهنا ألقيا السلام. حسنا يا أبي. سلم على الجميع، قد نصبح أصدقاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا عمر. وأنا هنا. وأنا يوكي. أوه هل أنتما ذاهبان إلى مهرجان الكعك؟ نعم، علينا إيصال هذا الكعك قبل المغرب. تأخرتما، عليكما الذهاب. أوه حسناً، نحن ذاهبان. السلام عليكم. وعليكم السلام. واو، أصبحت لديكما صديقة جديدة. نعم يا أبي. ها؟ دعني أرى. بالطبع يا أبي. ها؟ إلى كل المشاركين في مهرجان الكعك، أحضروا كعككم بسرعة، سنبدأ مهرجان الكعك بعد قليل. ها؟ ماذا سنفعل أبي؟ السلام عليكم. أوه وعليكم السلام. ما الأمر؟ تحطمت عربتنا. أيمكنني إصلاحها؟ واو بالطبع بالطبع. انتهيت، أصلحتها. الحمد لله. شكرا لك. لا بأس، أتريدون أن أساعدكم؟ هيا تأخرنا. لا 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 لا، سوف أكل الكعك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم على كل واحد منكم. تعالوا جميعا وألقوا السلام، وكونوا لطفاء كي يحبكم الله. واو هنا، أين سلة الكعك؟ ها؟ 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 هناك يا أبي. ها؟ لا بل هناك. لا أعرف أين هي. لا بأس عزيزتي، سنجدها. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل هذه لك؟ وجدتها على أحد المقاعد. شكراً لك يا يوكي. تعالوا لتناول الكعك، لقد بدأ المهرجان. السلام عليكم. السلام عليكم يا أصدقاء، هل تعلمون؟ أن إلقاء السلام يعبر للناس عن ودنا. صحيح، ونكون صداقات جديدة. الحمد لله.